اليوم راح نسوي مع بعض اليوم تجربة حق الكرنت اي سي. طبعا بالبداية الكرنت الاي سي راح نشتغل على جهاز الفوم. بالبداية راح يفضل ان احنا نشغل الجهاز ونحط هني الفانكشن على اي سي. اول ما نحط اي سي راح نخليه شوية فترة على ما يستقر المؤشر على شغلة معينة. نتأكد ان احنا نكون حاطين السكيل على 150 مايكرو اللي هو طقة واحدة راح نسمعها تك واحدة. نتأكد ان كل شيء اوكي. طبعا هو هني ما راح يكون ياثر الزيرو ادجست، ما راح ياثر على شيء. احنا الحين خلصنا تجهيز الجهاز الفوم، بس قبلها لازم نكون احنا اوريدي نحاول نطلع من جهاز الباور سبلاي كرنت. شلون نطلعه؟ بالطريقه هذه. طبعا مثل ما يخفى عليكم ان هني انا عندي اساسا بس فولتج، وبما ان اسم تجربتي كرنت اي سي، اذا انا لازم اطلع من عند الاي سي فولت. اوكي، طبعا ما يفرق اذا كان الاحمر هني او كان الاسود هني، ما راح يفرق لان هذا اي سي. اتاكد ان انا حاط هني على من 0 ل 50 عشان يعطيني كهرباء. يفضل ان انا احط هني بالنص، لا احطه على ماكسيمم. اوكي، بنفس الوقت انا محتاج الحين مقاومات احطها مع الدائره هذه علشان يحول لي الفولت الى تيار. ايش راح نسوي؟ شوف ايش راح نسوي. راح اجيب المقاومتين اللي هم هني 1 كيلو و10 كيلو، نوصل واحد من الوايرات على احد طرفي ال1 كيلو بالشكل هذا، ونجيب واير ثاني على نهاية الطرف الثاني حق مقاومة العشرة كيلو. حاليا المقاومتين هذول مو متصلين مع بعض، راح نجيب واير نوصل نهاية الواحد كيلو في منتصف العشرة كيلو. منتصف العشرة كيلو راح نحاول نوضحها لكم. هني نشوف هني البداية وهني النهاية، فهذه المقاومة تعتبر حاليا ثابت، قيمة ثابتة، في حين مقاومة العشرة كيلو اللي هني بما انها صايرة واصلة بالنص، اذا هذه متغيرة راح تكون. اوكي، ايش راح نسوي الحين؟ راح نوصل الدائرة. وصلنا الدائرة بالشكل هذا. حاليا لو كان في مشكلة بالدائرة عندي، مباشرة راح اشوف ان هني يفصل عندي الجهاز او يصير في شيء. حاليا ما فصل، معناه الدائرة شغالة. حاليا في تيار قاعد يمشي، بس انا ما اقدر احسب قيمته. عشان احسب قيمته طبعا لازم اطلع 150 مايكرو بالضبط. راح استخدم هني منو؟ جهاز الديجيتال مالتي ميتر. الديجيتال مالتي ميتر راح نحطه اول شيء على 400 مايكرو امبير، لان انا القيمه صغيره عندي. الاحظ هني عندي بالشاشه طالع لي دي سي، في حين ان انا تجربتي هي كرنت اي سي، فاضغط هني اي سي. الحين الجهاز جاهز ان انا اقيس فيه القراءات. طريقة توصيل الوايرات مع الجهاز الديجيتال مالتي ميتر راح تكون بالشكل هذا. الواير الأسود أحطه هنا عند الكم، والواير الثاني أحطه عند المايكرو أمبير اللي هني موجودة، مو الأمبير، مايكرو أمبير. وصلتهم. أهم شغلة الحين وأهم خطوة عندي حاليا، شلون أنا راح أوصل الجهاز الديجيتال مالتي ميتر مع الدائرة اللي أنا سويتها قبل شوية. اللي راح أسوي أفصل أي جهة من اللي أنا أبيها، سواء اللي هني أو اللي هني. أنا راح أفصل اللي هني مثلا، فصلت الواير هذا، اوصله مع الواير مال الديجيتال مالتي ميتر. واير ديجيتال مالتي ميتر راح اوصلهم مع بعض. وصلتهم. الواير الثاني من الديجيتال مالتي ميتر راح ارده بالمكان اللي فصلته. اذا سمعت الصوت هذا معناه ان في تيار بس قيمته كبيره. طبعا راح احاول احط لكم هنا، هذه او ال معناه اوفرلود. انزل قيمه الفولت كل ما فيني، احاول انزل، احاول اضبطه على 150 مايكرو. طلع معي حاليا هني حلوة 114 عن طريق المقاومة المتغيرة اللي كانت بالبداية وصلناها انها متغيرة. احاول اعدل، طبعا اكون شوي دقيق. شوف هني عندي انا عيني هني موجودة، شوية تضبيط محتاج وقت. تقدر تضبط من هني ومن هني. يعني احنا ناخذ وقت شوي على ما يثبت.
يصل كمية وخمسين. مصور تعب. يعني تقريبا حاليا 150 150. ايش راح نسوي الحين؟ اهم شغله راح نفصل الوايرات اللي هني، نفصلهم واير واير، نحاول نوديهم حق الكرنت. اول ما راح احط الواير الثاني مباشره، عيني على المؤشر راح نشوف تحرك سريع له مباشره. كل المطلوب مني عندي حاليا انه يكون الحين عندي المؤشر هذا لازم يكون واقف بالضبط على 1.5 اللي هي هني. ما طبعا هو متجاوزها. كل اللي راح اسويه راح اجيب الدرنفيس، اوكي، واجيب اعدل المقاومه رقم A3R 38. A3R 38 كهي مكتوب عليه هني AC current adjust. طبعا هذه الشاشه عندي هي سايره ورا الشاشه بالضبط بالنص، اوكي، اللي هي هذه الشاشه. طبعا عندي هذه ورا الشاشه مباشره بالنص هني، احاول اثبت الدرنفيس عليها وارد مره ثانيه، ارد مره ثانيه حق الشاشه واكون على نفس الارتفاع ومقابل لها واشوف تاثيرها، شوف شلون لها تاثير. نحاول هني نضبطها على 1.5 قدر الامكان، وكذي احنا نكون خلصنا التجربه.